تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي ده فيديو جميل ولذيذ وهيعجبكم قوي. دي مكالمه مسربه لمرتضى منصور مع طارق جميل. طارق جميل رفع السماعه لقى مرتضى منصور، او فتح الموبايل لقى مرتضى منصور فقال له كلام. فطارق جميل المحامي المحترم المشهور الكبير رد عليه رد موجع. انا مش هعمل لكم مقدمه طويله، انا هقول لكم تعالوا نطلع ونسمع ونشوف المكالمه اللي دارت ما بين مرتضى منصور، عشان كان عايز يعني طارق جميل يتفوه عليه او يقل ادبه عليه او يحط عليه او 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 او، ولكن طارق جميل عمل العكس وحط على مرتضى واداله البناء خيار برضه بالادب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف المكالمه ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفنا، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشارات عشان ما يفوتكش اي فيديو ينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف المكالمه الجميله واللذيذه المسربه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. ها عايز ايه؟ نعم عايز ايه؟ انت بتقول لك عليا ليه؟ انت عايز ايه؟ انا ما كلمتكش، انت اللي متصل. عايز ايه يا مرتضى؟ اسمي مرتضى بيعلى. مرتضى بيجي عند امك يالا، عند امك. عند امي؟ ها عايز ايه؟ نعم عايز ايه؟ انت بتقول لك عليا ليه؟ انت عايز ايه؟ انا ما كلمتكش، انت اللي متصل. عايز ايه يا مرتضى؟ اسمي مرتضى بيعلى. مرتضى بيجي عند امك يالا، عند امك. مرتضى لقيه عنده خاصية تسجيل المكالمات في الموبايل بتاعه، تمام؟ يتصل بالخصوم بتاعته يقول له ايوه يالا انا مش عارف مين 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 مين، ما يسجلش الحتة الأولى، أو يسجل المكالمة كلها ويحذف الحتت اللي مش عايزها، ويخلي أنهي بقى حتت؟ يخلي الحتت اللي هو بيتشتم فيها، ليه بقى؟ عشان يروح للنيابة العامة يقول ده فلان الفلاني اتصل بيا وهددني وشتمني وبهدلني، على الرغم إن اللي بيبقى الاتصال من مرتضى منصور، ومرتضى منصور هو اللي بيستفز اللي قدامه، زي ما عمل مع أحمد دياب بالظبط، على نفس الطريقة ونفس النهج ونفس المنهج، المكالمة يطلع مرتضى ايوه يالا انا عمك مش عارف مين، ايوه يالا انا مش عارف مرتضى بيه، راح قال له ايه؟ مرتضى على امك، قال له يالا ايوه، قال له ايوه يالا، ايوه انت يالا، مش انت بتقول ايوه يالا، ده مرتضى بيه دي عند امك، وراح قال له عند امي، قال له اه، راح قافل السكه. طارق جميل لانه راجل محامي وفاهم مرتضى عايز ايه، بيقول لك اللي تعرف ديته اقتله، وهو عارف فاهم هو عايز ايه، انا شتمتك وهزقتك بما لا يجعل القانون انه يدن. انت اتصلت بيا وقلت لي انا مرتضى بيه بتهاجمني ليه يالا؟ قال له مرتضى بيه ده عند امك يالا، وطبعا قفل السكه. اسلوب رخيص من مرتضى منصور مع خصومه، زي ما عملها مع احمد دياب، بس احمد دياب طلع اشع من مرتضى. ليه بقى؟ احمد دياب عنده خاصيه تسجيل مكالمات برضه، فالمكالمه من بدايتها لنهايتها مع مين؟ مع مرتضى ومع احمد دياب. يعني في ناس مش بتدي اخوان، انا بتصل بيا الو انا مرتضى منصور ايوه عايز ايه؟ انت امك 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 امك، انا مش بسجل، تمام؟ روح مرتضى مسجل لي من وقت غلطي فيه ويعمل نفسه بريء، يقول له انا ايوه انت كده، يروح مقدم بقى بلاغ للنيابه، النيابه قاضي صوته تهدوه. لكن احمد دياب طلع لقيه مصايا. كذلك طارق جميل سعيد الراجل المحترم أدرجي وعارف الشغلانه، فعنده نفس الخاصيه وسجل لمرتضى وظهر الفيديو عشان مرتضى ما يعملش صايع وما يعملش جدع وما يعملش مع الناس اللي هي يعني اتقل منه في المحاماه واتقل منه في المهنه. اذا كان انت عندك شبكه علاقات، شبكه بتاع بتوزع بلوشي من رئاسه الزمالك، يعني بتوزع هنا عضوية شرفية هنا عضوية استثنائية وبتتباهى، على الرغم ان ده قانونا غلط، قانونا غلط، لان انت رئيس المؤسسة المفروض تحصل فلوس، انما مش تدي عضويات ببلاش للناس وتسويهم بالناس اللي بيدفعوا فلوس وبيدفعوا ملايين. ازاي واحد بيدفع 80,000 ولا 70,000 ولا 50,000 زي ما دفعش حاجة خالص عشان تضمن صوته في الانتخابات؟
زي ما موزع كارنيهات عضوات عامله وعضوات شرفيه وعضوات بتاع على ادمن الصفحات بتوع ادمنز الصفحات بتوع الفيسبوك، البت ندى وبتوع ايطاليان ومش عارف ايه وايه ومختلط وكده، وطبعا الصحفيين وغيره وغيره وغيره. يعني دولة عايزة كده، دولة سايبة الفاسد يفسد ويزداد فسادا ويزداد ثراء، وسايبة الغلبان يعض في الأرض. كلمني على الغيه، على العيش، العيش مش عارف ايه، لا بطاقة التموين، لا اشطب لي ده، حط لي أرقام تليفونات. يا عم بتشوف مرتضى يا عم ماسك في الغلبان، أرقام تليفونات واشطبهم البطاقة، والناس اللي ليها حق والناس اللي مالهاش حق، واللي يجيب ثلاث عيال مش عارف يخسر منه ايه، واللي يجيب أربع عيال مش عارف ايه، واللي ما يا عم ما تخليك في مرتضى يا عم. هو ده مرتضى؟ ده مش ضمن المنظومة بتاعتنا. الفلوس اللي بياخدها دي ويوزعها والدولة اللي فاتحة له دراعاتها دي مش من ضمن البلد. عمال يشتم في ده وده وده. عمر يا باشا أنا لما أطلع وأشتم كل الناس على الفضائيات اعرف ان في ظهر ساندني، ظهر هو اللي بيقول لي اعمل واعمل 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 واعمل. بس والله العظيم يا مرتضى هيجي في يوم وهيضحوا بيك، هيضحوا بيك وحياه ربنا، هيضحوا بيك زي ما ضحوا بغيرك، وهتبقى كبش فدا لناس اخرين لانه مش هيلاقوا غيرك يصدروا لي المشهد، وانت اللي هتبقى كبش الفدا بتاعهم. بس انت خليك، خلي دماغك مودياك لجهنم، جهنم في الدنيا وجهنم في الاخره. تخيل كم الناس اللي بتكرهك وبتدعي عليك قد ايه يا مرتضى يا منصور، ويطلع يقول انا بيني ما بين ربنا عمار. ربنا ايه؟ هو ربنا بيضحك عليه؟ طب انت بتضحك على الناس، ربنا هيضحك عليك؟ ربنا هيسمع الكلام ده وهيسكت لك وهيسيبك؟ بيصير ربنا في يوم من الايام يورثك قرصه تطلع بالدم. ما في قرصه بتبقى خفيفه، وفي قرصات بتطلع بالدم، بتطلع بالودن. ربنا هيسيبك تزداد يعني فحاشه. عارفين هتلر كان كل ما يكسب حرب يقول ربنا بيدعمني، كل ما يكسب مش عارف يقول لك ربنا بيدعمني، لغايه ما ربنا خلاه بايديه ينهي حياته ويؤمر الضباط بتوعه او القيادات اللي موجودين ان هم يحرقوه جثته هو وزوجته عشان ما فيش حد يتوصل له. ربنا ما بيضحكش عليه. وما تعملش الغلط وتصدر ربنا، لان ربنا مجهز لك يعني عقابك في الدنيا قبل الاخره. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.